واقفة النهاردة الإيفنت الرسمي لحركة شباب 6 إبريل عشان المعتقلين، عشان كل معتقل في سجون أمن الدولة موجود فيها من غير أي ذنب، لمجرد أنه هو بس طلع وقال كلمة حق ضد النظام، ضد انتهاكات الداخلية، ضد أمن الدولة اللي لسه ما انتهاش لحد دلوقتي. رسميا في 2 من الحركة مقبوض عليهم بقالهم من ساعة فض اعتصام 4، واحد فيهم اتمسك تاني يوم فض الاعتصام، ده مودي، ده كان رايح شغله تاني يوم عادي. تاني واحد كريم سمير، وده اتمسك في حظر تجول وكان في محافظة ما فيهاش اي حظر تجول للأليوبية، بس المجرد ان هو اتمسك في حظر التجول خد الولدين، خدوا 15 في 15 في 15 في 45، مش باين لمستقبلهم اي ملامح دلوقتي، واحنا تعبنا من كتر الجري وراهم في الاقسام وفي السجون وعلى النيابات والمحامين. وطبعا تقارير امن الدولة طالعة لمجرد ان هم من الحركة او برا الحركة، معرفش هم ماشيين الدنيا ازاي جوه. انا مؤمن سمير اخو المعتقل كريم سمير، اخويا اتمسك في كمين المظلات وهو مروح بالليل الساعة 12، اتعرض صباح باكر، ولما اتعرض قالوا ان احنا هنعمل عنه تحريات في امن الدولة وهيتعرض صباح باكر تاني يوم. فلما اتعرض التحريات امن الدولة بتقول الاربعين يوم بتوع رابعة هو هناك في رابعة، طب ازاي وهو انا كنت متصاب في المستشفى على ايدين الاخوان على كوبري 6 اكتوبر وكان معاه في المستشفى، وكنت في مائدة الشهداء اللي هي في محمد محمود اللي كانت بتاعت الشهيد جابر صلاح وكان معانا، فازاي هو اخوان؟ لسه بتخطف من الشوارع، لسه بتخطف من الشوارع، لسه بتخطف من البيوت، لسه بتخطف من البيوت، يا الحرية يا اما نموت، يا الحرية. انا طارق حافظ صديق لكريم سمير معتقل بقاله اكتر من 50 يوم. كريم سمير اتاخد في كمين المظلات، اتعرض للضابط بالاهانه فكريم رفض الاهانه، فالضابط خده على الكمين واعتدى عليه جسديا، وبعد كده خده على القسم تاني يوم تعمل له محضر ان هو ينتمي لجماعه الاخوان المسلمين، بعد كده محضر النيابه ان هو ينتمي لجماعه الاخوان المسلمين. كريم كان مشارك في ثوره 25 يناير، كريم كان مشارك في الانتفاضه بتاعه 30 يوليو، وطبع الورق بتاع تمرد، كان شغال في حمل التمرد ان هو بيطبع الورق بينزل ناس تملى استمارات.